مساء الخير مشاهدينا بالحلقه 34 من برنامج المواجهه، معي انا ميديا حمدوش ومع زميلي خلدون حيدر. مساء الخير لكل متابعي مشكات على فيسبوك، يوتيوب وكلاب هاوس، بحلقتنا 34 من برنامج المواجهه، معي انا خلدون حيدر ومع زميلتي ميديا، مساء الخير. ننادي بفصل الدين عن الدوله. ننادي بمبدا المواطنه ولتبقى الطائفه وليبقى المعتقد في القلوب وفي المنازل شاركنا في الثوره السلميه مع غيرنا وهجرنا ساحات القتال عند انطلاق الكفاح المسلح غياب بندقيتنا عن ساح النضال فسر باننا مناديب الغرب في سوريا عدم وجود تيار سياسي سوري متماسك لنا فسر على اننا لم ننضج بعد ولم ننتقل من مرحله استيراد الفكره الى مرحله التخطيط والتطبيق والعمل بعضنا بدا يغالي ويتعامل مع العلمانيه كانها دينه وطائفته وبعضنا فهم العلمانيه انها رديف الالحاد فراح يشاكس رجال ومؤسسات الدين ويراكم على راسه الاعداء والجبهات النضاليه دون امتلاك بندقية، ودون امتلاك الجسد السياسي المتماسك، ودون امتلاك الثروة. ولكن، ألسنا نحمل بأيدينا بذور المستقبل الزاهر للأجيال القادمة في سوريا؟ ألسنا أبرياء من المجزرة الرهيبة؟ ألسنا حلاً شاملاً لكل ما تسبب به حماة الديار وحماة الشريعة من مصائب؟ هذا ما سنبحث الليلة مع ضيف حلقتنا ضيفنا من مواليد ريف دمشق سنة 1968 حائز على إجازة في الهندسة الإلكترونية من جامعة دمشق عمل كخبير وباحث في مجال تخطيط استراتيجيات نظم الطاقة المستقبلية والتغيير المناخي في سوريا والنمسا مقيم بالنمسا منذ عام 2004 باحث بالمواضيع الجيوسياسية واللجوء والهجره، وبعلاقات الحداثه بالاديان والفكر الديني والحركات المتطرفه، مع التركيز على تحليل الوضع السوري حاضرا ومستقبلا. صاحب موقع بيت السلام، حيث نشر حوالي 40 دراسه واكثر من 130 مقالا وورقه. وصاحب قناه علاء الخطيب على اليوتيوب. ضيفنا هو الاستاذ علاء خطيب. مساء الخير استاذ علاء. مساء الخير تحياتي عن ميديا تحياتي استاذ خلدون يا مرحبا اهلا استاذ علاء شرفتنا يا اهلا بك استاذ خلدون شكرا لكم على الاستضافه اهلا وسهلا استاذ علاء برنامجنا من ثلاث فقرات الفقره الاولى هي فقره حوار المواجهه مجموعه اسئله بانتظار اجابه حضرتك الفقره الثانيه طبعا الفقره الاولى معي راح تكون الفقره الثانيه مع ميديا وعنوانها فخ المواجهه حالات افتراضية بتخلقها ميديا ومنشوف خياراتك شو هي الفقرة الأخيرة بعنوان اسم تعليق رح تكون معي أنا وميديا مجهزين مجموعة من الأسماء بحاجة تعليق من حضرتك عليها جاهز نبلش أستاذ علاء أكيد تفضل استاذ علاء في سوريا ما كان في حديث جدي عن العلمانيه وعن الديمقراطيه. النظام ما اتجه بهذا الاتجاه اطلاقا حتى ولو بشكل يعني سطحي او بطريقه شكليه. الثوره والمعارضه بكل تاريخها ما تمكنت من انتاج جسم سياسي علماني ديمقراطي متماسك. البعض بشوف انه عم ينحكى بسوريا عن العلمانيه وعن الديمقراطيه بطريقه جدا طفوليه كانه منتج غربي تماما مثل الغسالي والبراد انه عم نسمع بشيء موجود بالغرب فعم نحكي عنه ويعني بدون ما نمتلك ادواته وتقنيات يعني انتشاره وتثبيته وترسيخه بوعي بالوعي الجمعي للشعب السوري شو السبب استاذ علاء بتشوف حضرتك اسباب كثير في بشكل عام خلينا نبلش انه بتحليلنا لاي مشكله او ظاهره اجتماعيه على مستوى المجتمع او على حتى على مستوى الافراد اكبر خطا بيتم ارتكابه اني احمل هالمشكله او هالتحدي احيانا مثل ما حاصل معنا في سوريا او الظاهره لمعامل واحد من المعاملات فالاسباب كثير يعني باختصار اهم ما فينا نقول وهو هذا المنطلق انه بلدان سوريا مثل كل البلدان بمنطقتنا يعني العربية وصولا لأفريقيا وحتى جزء كبير من آسيا حكمتها نظم ديكتاتورية النظام الديكتاتوري طبعا أكبر عدو بالنسبة للنظام الديكتاتوري هو النظام الديمقراطي فبالتالي بالتأكيد ما لح يساهم بنشر أفكار أو منهجية أو ثقافة الديمقراطية وكذلك الحال مع العلمانية. لعلم إذا كان بدي أعمل ديمقراطية فأنا مضطر يجب أن يكون عندي علمانية وإذا بدي ينجح نظام علماني وديمقراطي فأنا بحاجة إلى إعلان أو شرعة حقوق الإنسان الدولية وليس شرعة حقوق الإنسان العربية أو الإسلامية هلا ممكن نرجع نحكي انه ليش هالمثلث هذا انا بسميه مثلث الحداثه هذا ضروري لبناء الدوله الحديثه فالديكتاتور ضد هالمثلث الحداثي الديمقراطيه العلمانيه وحقوق الانسان لانه دكتاتور طبعا بالاضافه الى مشكله الدكتاتوريه وهذا هو السبب الاكبر في عندنا طبعا مشكله ثانيه وهي كمان ايضا بسبب الحاله اللي عشنا فيها طبعا نحن يعني كدول كلياتنا طلعنا من فتره طويله من ال فعلا الظلام خلال الاحتلال العثماني، السلطنه العثمانيه، وصولا الى الاستعمار الفرنسي بنسب اميه عاليه جدا مثلا عند الاستقلال و اتاحت مثلا الشعب السوري فرصه انفتاح بالخمسينات، كانت فرصه ربيعيه فعلا مزدهره لكن اجت بعد الدكتاتوريه ب 58 ودخلنا بمرحله الدكتاتوريه. فهذا ادى انه الثقافه نفسها، الثقافه الشعبيه ما تغيرت بما تتناسب مع العصر الحديث و أضف لذلك المجتمعات المحافظة المجتمعات المتدينة أكثر لنقل حذرا ما لحق رفضا حذرا من تقبل مبادئ الديمقراطية وبالتالي العلمانية وحقوق الإنسان فكان في عندي كمان ردة فعل جاي من من الدين سواء مسلمين او مسيحيين وبكل الطوائف او الغالبيه لنقل وايضا من خلال العادات والتقاليد وايضا استمرت في الضمني لنقل مع السلطة السياسية ما بين عندي السلطة السياسية والسلطة اجتماعية محافظة والسلطة دينية هدول السلطات كلهم ما سمحوا أنه تتطور مفاهيم الحداثة بشكل حقيقي و حتى الآن وقت أو لنقل العشرين سنة الأخيرة مع انفجار الإنترنت والمعلومات وهلأ قاعدين عم نحكي كلياتنا سوا وكل شخص ببلد فبدأ الناس تتكلم عن العلمانية أو الديمقراطية وبالمعارضة هل هون بقى السؤال أنه طبعا هن كثير من قادات المعارضة بيقولوا أنه هذا صحيح طبعا نظام الاسد او نظام البعث بشكل عام كله مثل كل النظم الدكتاتوريه ما سمح باي حياه سياسيه حقيقيه، الحياه السياسيه يعني حصل تفاعل يجي حزب يطرح نظريه او يطرح مفهوم يتصارع مع حزب اخر هذا الشيء ما حصل ببلادنا صح فما نشأت عنا طبقات سياسية خبيرة تعرف تشتغل لكن بنفس الوقت طبعا كان في تقصير وتقصير من قبل المعارضات حتى بعد الثورة قبل الثورة ما كان في عندي شيء حزب متكامل عنده نظرية في التحمل الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان فيما بعد الثورة الموضوع ما كان بيحتاج لهذه الجهود الضخمة وهلأ مر علينا عشر سنين وإلى الآن وإلى الآن هون بختم فيها لا يوجد عن كل هيئات المعارضة شكل متكامل لما ستكون عليه سوريا المستقبل وحتى التيارات الديمقراطية العلمانية فقط يتكلموا بالشعار ودون توضيح وتفاصيل ودخول ببنية الدولة كيف لازم تكون سوريا <تصفيق> <تصفيق> بس استاذ علاء نحن هلا عندنا عشر سنين وشخصيات كثير مهمه بالمعارضه السوريه كانت قبل الثورة السورية موجودة بفرنسا وببريطانيا وبالولايات المتحدة بالنمسا بألمانيا شفناها فجأة هي طبعا كان كان الحديثة خلينا نقول قبل الثورة السورية هو يعني باتجاه علماني وعم كانوا عم يطلبوا دائما الديمقراطية لما صارت الثورة وصار في شارع معهم وصار في تشكيلات سياسية شفناهم عبارة بس عن مكياج للإخوان للتيار التيار الإسلام السياسي اللي هو ما كتير يعني بيوافق أو يعني بيرغب للعلمانية هو بيوافق على الديمقراطية أوكي بس على العلمانية إطلاقا لا شفناهم متحالفين معه لو أحيانا عم بيكونوا مثل البرواز أو مثل المكياج إله أه هي سبب شو هو في عدة أسباب هلا أولا كشخصيات معروفة في بعض الشخصيات حكت بالموضوع بشكل عام لكن لا يحضرني حدا مثلا من الشخصية لأنه مشكلتنا نحن يعني لما بنقعد نحكي مثلا في شباب كثير بين شابات سوريين يعني عندهم هذا الفكر وعندهم هذا التوجه وبيحكوا كثير مع بعض بجوز على الفيسبوك على اليوتيوب شوي على هالمنصات هي لكن أيا منهم بالنهاية مين بيعرف؟ مين المجموعة اللي بيقدر يعملها؟ على كتير مية 100 200 300 شخص مثلا يعني هلا هي قناتك مثلا ولا قناتي عليها ألف 1000 وشوي ف اللي بده ياثر الناس اللي بتسمعه اللي عم يطلع على الفضائيات اللي الناس بتعرف اسمه سواء بتحبه او بتكرهه على فكره ما ضروري تحبني بس تسمعني فما بين هالشخصيات ما حدا تصدى لهذا الموضوع بسبب خطا او خطيه كبرى تم تسويقها من بدايه الثوره ويتتحمل هون لما بنحكي عن هيئات المعارضه كلها، هيئات المعارضه ما بهم على الاشخاص بالذات مثلا، هيئات المعارضه واهمها طبعا الائتلاف والمجلس ان كان بايدهم اكثر ادوات انه يتحركوا انه قالوا للناس من سقط صق... بس يسقط بشار بعدين بنشوف وهذه احد اهم اسباب انه النظام ما سقط انه لا ليس وقت بيسقط بشار بنشوف قبل ما يسقط بشار بدك تكون واضع هيكلية وتصور بشكل سوريا المقبل كله الشخصيات بقى لي صارت معروفة وباستثناء البعض القليل يعني حكى اللي خصوصي فيما خص دائرة لنقل الائتلاف والمجلس ودائرة التأثير لكم لنقل بوضوح السعودي القطري حتى التركي وحتى رغم انه الشخصيات علمانية وديمقراطية ما اهتموا بهذا الموضوع سوى بذكر الكلمة وعلى استحياء بقولوا ديمقراطية لكن علمانيه دائما بيروح يقولوا لك دوله مدنيه لا دوله مدنيه ليست دوله علمانيه هذا كذب على الناس ما في شيء اساسا بكل الادبيات السياسيه شيء اسمه الدوله المدنيه يوجد شيء اسمه الحكومه المدنيه سيفل جوفرمنت لكن ما في شيء اسمه civil ستيت هذا اختراع الاخوان المسلمين تبع مصر اول من روج للشعار بكثافه كان اخوان المسلمين تبع مصر للتحايل على الديمقراطية وعلى العلمانيين لجذبهم لكن كانت خطتهم كحزب إسلام سياسي بالنهاية الانتهاء بدولة وفق منظور الإسلامي السياسي اللي ما له علاقة بالإسلام فالأخوان المسلمين لم يرضوا بالديمقراطية كما هي رضوا بالديمقراطية العرجاء لأن الديمقراطية بدون علمانية نرجع نحكي عنها الترابط لا يمكن ان تحقق ديمقراطيه بدون وجود علمانيه وبدون وجود شرعه حقوق الانسان الدوليه. فيدعي الاخوان انهم هم مع الديمقراطيه لكنهم عمليا ليسوا مع الديمقراطيه مع الشخصيات العلمانيه ليش ما كان عندها الشجاعه تتقدم وتحكي فهذا نحن طبعا انا لكل هذا الكلام من المؤكد وتوافقوا معي الجميع انه ما لنا علاقه بالنوايا لكن للاسف اما احيانا أه... قصر الرؤية أو أحيانا خوفا يعني قصر الرؤية لما بعتقد أني إذا حكيت بهذا الموضوع أنه أنا بدي أخسر أو الناس رح لا ما حدا جرب أساسا وبنفس الوقت أنه أنا هون عم بحكي عن بصير بلد والناس ممكن تسمعني فلازم اقدم واجبي حتى لو كانت النتيجه انه طلعوني من دائره هالهيئات المعارضه هي مثلا ما مشكله أنت بس على الأقل ما بيشترك بهيئات ما عم تقدم على الأقل تقترح كلاما على الأقل إنه تتقدم أمام السوريين وتقول لهم شو لازم يصير وكيف بدنا نصير ممكن و... فينا نقول لأنه ما لهم جمهور، ما في جمهور يعني م م أستاذ علاء يعني أنا ما شفت عشرة بدي بس عشرة علمانيين يكونوا مجتمعين مع بعض يطلعوا بفكرة بعمل مشترك، هاي ظاهرة وكنا نقول السجون والنظام والامن والمخابرات والشبيحه وما بعرف شو طيب ما هن هون باوروبا كلهم باوروبا ما في اي محاوله لعمل مشترك بالوقت للاخوان قادرين على لم بعضهم قادرين على ايجاد الف صيغه للتعاون والعمل المشترك وبيكسبوا جمهور هلا بالحاله السوريه لك بشكل عام حتى بدول ديمقراطيه وهلا في كثير سوريين في مليون سوري عايش في اوروبا على الاقل مليون و ألف وحتى في تركيا هي ديمقراطية إلى حد ما مثل الغربيين لكنها ديمقراطية بالنسبة لنا وعلمانية أيضا في حوالي 3 ملايين على الأقل سوري فشافوا بعينهم بالواقع هون إذا بدي أجي هلأ مثلا أجي أنشئ حزب سياسي بالنمسا مع مجموعة نمساويين آخرين 100-200 شخص بدون ما يجيني دعم مادي من شركات ومن رؤوس اموال ما بقدر يعمل هذا الحزب حتى بهذه النظام الديمقراطية هذه حقيقه فبدون دعم فعلا في مشكله لكن بالوضع السوري وضع مختلف نحن لسنا دوله مستقره امنه لحتى نجي نشوف هذه المشكله هذه اولا ثانيا بما انه كان في ثورة وكان في حركة ملايين فوضوية، لا في شخصيات اخذت من الشهرة ما يكفي انها تطلع وتحكي، يعني إذا بدي احكي بالأسماء مثلا الدكتور برهان غليوم كان كل السوريين بيعرفوه سواء كانوا معه أو ضده، أحبوه أم لا يحبوه، الأستاذ جورج صبرا، الأستاذ معاذ الخطيب، أه حتى السيد هيثم مناع لأنه يعني هيثم مناع مثلا من أكثر الناس ما نادوا بالديمقراطية، لكن ما توجه بخطاب علماني ديمقراطي حقوقي لل سوريين للشعب السوري كان يكتفي بخطاب المثقف المتعالي مثلا. البقيه اسماء ذكرتها حتى الله يرحمه الاستاذ ميشيل كيلو هو من هالمدرسه هي لكنه ايضا وكان معروف ومحبوب ايضا ما حكى انا بحكي عن اشهر الشخصيات في شخصيات اخرى ايضا ظهرت وكلها تاثير لكن يعني من التيار العلماني الديمقراطي ما حاولوا يستخدموه لانه بالنهايه الثوره شو كانت؟ الثوره شعب مظلوم مقهور يريد الحرية والكرامة ويريد الديمقراطية وما بعرف هي الديمقراطية تحركوا ملايين بشكل فوضوي هالملايين هدول لما جيج... تحركوا تحركوا بفعل اشتراكهم بالمشاعر وبالكلمة الناس كانت بخصوصي بي... بالسنوات الأولى تتأثر بالكلام كانوا يتأثروا بما يطلع مج... معارض مشهور على الجزيرة ولا العربية ولا ام بي سي الأقنية كلها ويحكي فكان نعم لا ممكن كانت تاثر ممكن تقول لهم للسوريين شو ممكن يحصل كانت الكلمه وشوف ببساطه شديده في كثير ناس بتجي لا شو تاثير الاعلام كميه اهتمام النظام بالاعلام قد كمية اهتمام داعمي ايران عبر الاقنية اللي هي مسيطرة عليها صحيح. وروسيا عبر الارتي العربية وغيرها قديش بذلوا بهذا الاعلام لتفتيت الشعب السوري ومن الثانيه الدول اللي دخلت سوريا يعني سواء قطر او السعوديه او تركيا بس بالذات قطر والسعوديه لانه هن عندهم التمويل بالاعلام وعندهم القنوات الاكبر شوف التشويه اللي مارسوها عبر اقنيتهم لانه بيعرفوا بالاعلام انا لما بيجي برسخ من خلال الاقنيه من قيم الاسد وبعدين بنشوف انتهى رسخت الفكره الغلط هون في مشكله لما برسخ انه المقاتلين اللي جايين من برا سوريا اول 2012 ل 2013 صاروا يكتر و2014 انه هدول جايين دائما للشعب السوري ترسخت الفكره ما ظهر واستغل شعبيته يحكي مع الناس قلائل جدا واللي ظهر منهم ظهر بمشكلته بمشكلتي بنفسيه المثقف المتعالفه لا عليهم حق حتى لو ما اجاهم دعم هي مشكله كثير كبيره واحد المشاكل كمان انه دائما استاذ علاء لما بينحكى مع العلمانيين او لما العلمانيين بدهم يتوجهوا للشعب السوري بالحديث عن العلمانيه فورا هن بيبداوا مع مجموعه من السوريين بعدين بصير حديث عن المانيا بريطانيا النمسا امريكا ما عاد بنسمع سوريا ابدا ليش عنا ضعف بطبقه سياسيه قادره تنظر للعلمانيه لكن من وجهه نظر سوريه نحن نعرف استاذ علاء العلمانيه ما ما الى ستاندرد ما الى قالب واحد يعني فهمت في فرنسا مو مثل آه، ليس كما فهمت في روسيا ليس كما فهمت في المانيا يعني كانت مفهوم مرن في طبقه سياسيه تنظر لعلمانيه سوريه ممكن إن نحكي عن علمانيه سوريه هلا بالواقع آه، يمكن هلا هذا من خلال بدي احكي بشيء اساسي انه انا ما بحكي على المانيا برجع بذكر انا بحكي عن مثلث الحداثه بدايه لحتى ممكن يجيني علماني ممكن يكون في علماني دكتاتوري مثل اتاتورك او بورقيبه نوعا ما في تونس والبعض ممكن نقول حتى رغم انه في ناس بتعترض لكن ستالين كان علماني ودكتاتور سفاح ماو في تونغ في الصين الدكتاتور العلماني لم يعد له وجود القرن ال21 هذا مستحيل فانا بحكي على العلمانيه مع الديمقراطيه مع حقوق الانسان متلازمه متلازمه لابد منها هذا اولا ثانيا لما ال... اللي حدا حكى مثل ما قلنا حقه بنبره المثقف المتعالي للاسف ما وصلنا نداء للناس باسلوب شعبي صح ثاني شيء انه ال... هل هناك علمانية سوريه؟ هون بقى بدي احكي شوي بهالمثلث مشان تتبين معنا الامور. <applause> ليه الديمقراطيه ليش بدها علمانيه؟ الديمقراطيه في هي بشكل البسيط ليس فقط صناديق انتخاب انه نروح ننتخب هذا الحزب او ذاك او هذا الرئيس او ذاك هذه المرحله المتاخره الديمقراطيه هي الايمان ثقافه بدي تنشر بحق الاخر في التعبير عن رايه السياسي ورايه الفكري وحياته بحقي بالحريه هذا هو الديمقراطيه بدي اعطي الناس حقوق متساويه امام الدوله لاعطي لا الناس حقوق متساويه امام الدوله اذا ما كان عندي علمانيه تقول انه في هذه الدوله لا لا يوجد عندي امام القانون مسيحي ومسلم سني وشيعي وعلوي ودرزي واسماعيلي وكل هذه الطوائف الموجوده في سوريا بدها تشوه العلمانيه فالعلمانيه بدها تتدخل مع الديمقراطيه لتعزل انتسابي انا الديني او الطائفي امام الدوله والقانون الديمقراطيه ان نمتلك كلياتنا حقوق متساويه امام الدوله والقانون مه. كمجتمع كافراد فبدون علمانيه اللي بتقول انه المسلم هو نفسه مع المسيحي مع اللا ديني مع الملحد مع السني مع العلوي مع الدرزي مع كل هذه الطوائف هن نفس المواطن بكامل الحقوق والواجبات ما بتمشي الان ليش بدي حقوق إنسان؟ لأنه أيضاً قد العلمانية أو الديمقراطية مع بعض قد يتغولوا. لذلك أنا بجي بقول بحقوق الإنسان مثلاً لحتى أحمي البلد من ديكتاتورية الأكثرية، انه مثلا تيجي تقول الاكثريه بدي اعمل مثلا قانون أه مثلا نحن عندنا اكثريه نقول انه اكثريه مسلمه سنيه مثلا تيجي تقول انه نعمل تصويت على قانون ما مثلا انه بدي اجي اقول انه بدي اعمل قانون الميراث مثلا مسلم سني هذا صار تغول للأكثرية دكتاتورية للأكثرية على الأقلية فحقوق الإنسان تيجي تقول لك لا جميع الناس والبشر لهم حقوق متساوية أمام القانون مم. جميع الناس لهم حق انهم حياتهم الخاصه يعيشوها مثل ما بدهم انهم القوانين الزواج انه فعندي حقوق الانسان تجي بتضبط مؤسسه او بتضبط الديمقراطيه والعلمانيه سوا مم. هلا العلمانيه بقى كيف تصدرت طبعا هون بتجي بقى الحرب العالميه عليها مشان ما ادخل العلمانيه هو السؤال الاكثر العلمانيه بتقول بكل بساطه وبتبسيط بسيط جدا ليس يعني فصل الدين عن الدوله كلمه عامه يعني هي ببساطه فصل عمليا رجال الدين عن الدوله بمكوناتها السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقانونيه وحتى الاعلاميه يعني ما يسيطروا كمان على الاعلام وايضا حجب التفسيرات الدينيه الاقصائيه عن المناخ العام للبلد بمعنى انه انا ما بدي اجي ادرس لطلاب المدارس عندي وخلينا نحكيها بشكل واضح مثلا اجي ادرسهم فقه الولاء والبراء مثلا على المنهج السلفي للسوريين لانه هذا سيؤدي مهما في ناس طبعا مفكرين اسلاميين حقوا على, البلاء و... على الولاء والبراء بطريقه انه ما فيه فعلا تمييز بين الناس لكن هدول صوت ضعيف الصوت الاقوى يقول لا الولاء والبراء يتعدى الى امور كثيره ف <applause> ما بقدر يجي يدرسها ممنوع يجي درسها بمناهج دراسيه للناس لانه هذا مبدا اقصائي اذا حتى لما تيجي درس مثلا انا مالي خبير بالمسيحيه بس فيها فقرات مثلا انا ما رح اجي ادرسها للطلاب ايضا بالمسيحيه اللي بتقول مثلا انه مثلا سيئه انبياء كذابه بعدي بقولي بالانجيل فهون انا بدي احاول بقى وبين الشعب, الكنيسه وغيرته ففي عندي معاني اقصائيه لا انا بدي درس الدين بجوهره الانساني بجوهره الاخلاقي ممكن هذا الشيء موجود بكل الدول العلمانيه هاي بدي باختصار سريع وبساطه العلمانيه هل يوجد علمانيه سوريه بالواقع العلمانيه جوهرها هذا بدنا نيجي ناخذ هالمثلث الحداثي كله على الحاله السوريه ممكن ناخذ نستفيد من, من تجارب الدول مثلا نحن ما نحن نقدر نعمل في فرنسا يسموها العلمانيه القاسيه. مم. يعني كمثال سريع راديكالية تماما لما جاك, جاك شيراك مثلا كان رئيس فرنسا، آه بابا الفاتيكان كان وقت على ما اذكر يوحنا بولس الثاني اجا بزياره على فرنسا، فجاك شيراك طلع استقبله بالمطار. فطلع عليه الاعلام الفرنسي بغاضبا انه رئيس فرنسا بيستقبل رؤساء دول اخرى في قصر الاليزي اولا. ثانيا انت كرئيس فرنسا ما بحق لك تستقبل بابا الفاتيكان. روح استقبله كمواطن فرنسي حقك بس ما بتروح تستقبله كرئيس للفرنسيين <applause> بالمانيا ما راح تلاقي هذا التشدد، لا بالمانيا عندي حزب ميركل اسمه الحزب الديمقراطي المسيحي. هو عمليا اخذ من المسيحيه فقط نوع من انه من التراث التاريخي والقيم الاخلاقيه التي لا خلاف عليها، لكن ما له علاقه بالمسيحيه. طيب أليست الدوله المدنيه هون هي العلمانيه السوريه خلينا نقول ما في دوله مدنيه الدوله المدنيه لا تعريف لها يعني هي التوليفه هي التوليفه اللي عملوها سياسيين سوريين معارضين ل... لتكون علمانيه منسجمه مع المجتمع السوري انتم رحتوا قلتوا لا هذا الاخوان بيلعبوا علينا هاللعبه لا ليه انا ما بدي اكون انا اكذب على السوريين يعني لما اجي اقول انه بدي احط مثلا بتعريف الدوله العلمانيه هي انه بدي الغي مثلا فقره انه رئيس الدوله يكون مسلم، ما بيصير يكون لرئيس الدوله الدين يحدد مسبقا وحتى انه يحدد طائفته مثلا او مذهبه. ما, ما بدي اقول انه مثلا الشريعه الاسلاميه هي احد مصادر التشريع مثلا. فاذا اخذت هذه كل هذه المعايير عمليا صرت صرت بنظام علماني. لكن لما ليش اجي اضحك على الناس واخدعهم ونسميها هي دوله مدنيه فقط لان التيار الاسلامي قال للناس انه العلمانيه كفر العلمانيه هذه طبعا نسيت اقولها العلمانيه ليست كفرا ولا الحادا ولا تعمل ضد الدين والدليل يراه الان مثل ما قلنا مليون سوري في اوروبا و ملايين سوري في تركيا لا احد يمنعهم أن يكونوا مسلمين وفق طوائفهم ومذاهبهم كلها بل لهم حماية أكثر من أي دولة إسلامية أو عربية في المنطقة شافوا هذا الشيء بعينهم أنا بقدر أكون مسلم ولا مسيحي ولا سني ولا على وشو ما كان إيماني في أوروبا وفي تركيا حتى ما حدا عم يتدخل معي بديني بالعكس العلمانية عم تحمي دينك فانا بعتبر هذا تنازل لا معنى له يقول دوله مدنيه الا اذا كانت بقى بدي اخذ النموذج الاخواني يلي بجي يقول لك ايه لا نحن دوله علمانيه وبدنا نعمل انتخابات للرئاسه بس والله نحن عندنا غالبيه مسلمه سنيه فلازم يكون الرئيس سني ونحن بدنا نعمل قوانين احوال شخصيه دينيه فلازم يكون احد مصادر التشريع ديني اسلامي شو صفى من العلمانيه؟ ما بقي شيء ما بقي شيء ولا حتى ما يسمى مدنيه اساسا كلمه مدنيه هي عكس العسكريه ليس هدفنا فقط خلاص من الحكم العسكري نحن هدفنا انه ما يجينا كمان دكتاتور مدني يعني شو الدكتاتور المدني مثلا افضل من الدكتاتور العسكري ما هو نفس نفس الكارثه ف العلمانيه هون اذا دولة مدنية لا تصح وبرجع بقول لا يوجد بكل الادبيات العالميه والدول الموجوده على ارض الواقع حدا بيقول عن نفسه عن بلده انه انا دوله مدنيه بيقولوا نحن دولة علمانية بيقولوا حكومة مدنية لكن ما حدا رجع يستخدمها مه. يعني هي هي عكس العسكرية الحكومة مه. السؤال الأخير بالفقرة عندي أستاذ علاء عن التحديات حكينا عن مثلث الخلاص إن سميته مثلث الخلاص اللي هو العلمانية والديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان شو في تحديات هلا اذا جينا مثلا لنطبق لننفذ لننقل كلامنا من النظري الى الواقع ورش عمل آه على الاعلام ننشط طيب شو هي التحديات اللي رح تواجهنا التحديات طبعا كبيره وشكرا لك على هالتعبير مثلث خلاص حلو لاني انا كنت كاتب بال اللي نشرتها انه مثلث الحداثه هو الحل <applause> لا معك فأنت اختصرت مثلث الحداثة هو الحل بمثلث الخلاص صح؟ كمقابله بكل وضوح طبعاً لشعار إخوان المسلمين أن الإسلام هو الحل. لأن الإسلام هو دين. يجب أن نحترمه ونجله كدين وكمسلمين ولا خلاف على ذلك أبداً أبداً وكالمسيحية وأي دين آخر. لكن أه كلمة الإسلام هو الحل هو مجرد شعار عاطفي وضعه الإسلام السياسي بدون أي محتوى لأنه لا يوجد دولة إسلامية أساسا هذه الحالة بدها مثلا حلقة <applause> فالتحديات طبعا الأساس اللي قدامنا هو أولا طبعا السلطات الدكتاتورية بمنطقتنا كلياتها يعني من المحيط الى الخليج بنحكي عن العرب مثلا وطبعا وصولا الى ايران بالتاكيد لانه هلا صار ايران لها دور كبير ضد المثلث الحداثه ثانيا غالبيه الاعلام او كل الاعلام الناطق باللغه العربيه ان لم يكن ضد فالقليل اللي منه ما له ضد فهو ليس مع مثلث الحداثه، كل الاعلام الممول عربيا وايرانيا كلياته يحارب الديمقراطيه والعلمانيه وحقوق الانسان بشكل مباشر او غير مباشر يعني لا تتذكر فضائية واحدة ناطقة باللغة العربية عم تعطي مجال لحوار حقيقي حداثي على أقنيتها بأحسن الأحوال بيعملوا لك اتجاه معاكس بدهم يجيبوا الشخص أو الشخص اللي يمثل هذا التيار أمام رجل دين إسلامي بأحسن أحوالهم يعني حتى أنه تعطيه حلقة لوحده يحكي ما بيعطوه فرصة أساسا بكل الأعلام العربي وليس فقط بهذا الاتجاه أو ذاك بكل الاعلام العربي طبعا والايراني لانه ايران بالنهايه هي دوله دينيه. فالاعلام عندنا مشكله ضخمه مسيطره عليه لانه في حلف خفي حتى لو تحاربوا مع بعض حتى لو الاخوان حاربوا السيسي في مصر بالنهايه الاثنين متفقين على انه ما بدنا مثلث الديمقراطيه والعلمانيه وحقوق الانسان لانه يتناقض معنا. نفس الشيء حصل في سوريا وفي الجزائر وفي السعوديه وفي السودان وفي كل هذه الدول وطبعا في ايران لانه كمان ايران عم نرجع نقول تاثيرها فالاعلام تردد او خليني اقول صمت او لا يوجد بالواقع نخب ومثقفين حاليا عنا يطافين على السطح مسيطرين على الاعلام والصحف والمقالات قلائل جدا اللي يحكوا بهالاشياء هي <applause> والمفاجئ انه نفس الاقسماء الكبيره التي كانت قبل 2011 ما زالت الى الان هي الاقلام الكبيره مش عم بحكي فقط على سوريا على كل العالم العربي قبل الربيع العربي وبعده نفس الرؤساء التحرير والاقلام يلي كانت متماشيه مع الدكتاتوريات ما زالت موجوده الان مناصره للثورات كيف يحدث ذلك ففي مشكله كبيره فال الاعلام النخب المشهورين ومن منهم بده يحكي بهذا الموضوع يخاف يتراجع وفي عندي مشكله مشان اضيفها ايضا مشان ما يعني ما انساها عشان ما ينفهم اني عم بحكي هون برجع بقول كل الامور نسبيه المقارنات نسبيه الدول العلمانيه والديمقراطيه مثل الدول أوروبا الغربيه فيها مشاكل كثير في ازمه ديمقراطيه في ازمه ليبراليه في مشاكل لكن هذا لا يعني انهم فاشلين كما يريدون و يوجد نعم تيار علماني متطرف قليل ما زال لكنه موجود ومش عم نحكي عن التيار العلماني المتطرف الذي فعلا يريد ان يحارب الدين هذا التيار موجود لكنه هذا التيار مو هو الشيء ذكر الصحفي السوري مشعل العدوي انه الديمقراطيه هي منتج غير قابل للتصدير للشرق والغرب سيحارب يعني فكرة الديمقراطية في الشرق الديمقراطية بس لهون الديمقراطية مع العلمانية هي لا الغرب ولا دول الغرب فعلا هيك نحن يعني عم نشوف مثلا عندك بسوريا أستاذ علاء جرائم بشعة جدا بالأسلحة الكيماوية بالبراميل المتفجرة صمت عنا انسكت عنا بطريقة يعني آه يعني واضح انه في قرار غربي بانه تمر تقطع هالمسائل هاي آه كأنه هي حرب معلنة على الديمقراطية اللي هي يعني أبرز شعارات الثورة السورية آه بتروح بهيك بمذهب الاستاذ مش على العدوي ولا لك راي اخر لا تاكيد لا آه مش مع رايه يعني محترم الاستاذ مش لكن هذا الكلام يعني يقال كثيرا ويكرر من قبل آه حتى من قبل ناس آه آه تقدم نفسها على انه علمانيه وديمقراطيه وطبعا من قبل التيار المتضرر من مثلث الحداثة اللي هو التيار مثل ما أن الإسلام السياسي وديار السلطات السياسية العربية مقولة من تشركنا غير صحيحة عفوا <applause> <applause> الشعوبنا لا جاهزة الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان ليست اختراع غربي يعني ليس ما بنقدر نجي نفصل العالم دائما ان نرى العالم وحركته كما نريد وقت بنحكي على العلوم نجي بنقول لا العلوم الغربيه في الطب والفيزياء لولا فضل ابن سينا والرازي والفارابي والبيروني والخوارزمي عليهم لما كانوا هنا ومن نفهم هون وقت تسلسل الحضاره والمعرفه البشريه كيف تنقلت بين الحضارات عبر الاف السنين الى ان وصلت الى الايدي الغربيه فاصبحوا الان اكثر تطورا ولما نجي نحكي على العلمانيه والديمقراطيه بنقول هذه منتج غربي لا هذه ليست منتج غربي هذه منتج انساني صاغه الغرب استفاد الغرب من تجارب الانسانيه كلها وقوله طلع بهذه النظريه بالعكس الى ميزه ضخمه جدا لمثلث الحداثه وهي انه هي النموذج الوحيد الناجح احصائيا في العالم يعني ليس فقط اوروبا الغربيه وامريكا وكندا واستراليا هدول اللي دول غربيه لا في عندي الهند عندي اليابان عندي كوريا الجنوبيه عندي تركيا عندي حتى ماليزيا عندي البرازيل عندي جنوب افريقيا فيتنام كل دول ناهضه كل دول تسمى الدول الصاعده اقتصاديا هذه الدول كلها ياتي فيها هالمثلث الحداثه بشكل او اخر باستثناء الصين الصين تجربه لا يمكن تكرارها او تقليدها الصين حاله خاصه لكن مع ذلك عم تتجه اجباريا الى نوع بخطى بطيئه جدا نحو الديمقراطيه ونحو حقوق الانسان هي في المانيا اساسا فالمقوله انه لا نحن شعبنا الانسان الغربي لا يولد ديمقراطي ومؤمن بحقوق الانسان في عنده نظام تعليمي كامل في عنده نظام سياسي كامل حوله في عنده قانون ونظام حوله كل الاشياء اللي حوله بدها تحوله لانسان ينتهج هذا النهج والان مع صعود اليمين المتطرف الغربي الاقرب للنازيه صاروا عم يراجعوا انه شو الخطا نحن عملناه لحتى صار عندي طلع هذا التيار مره اخرى انه هذا التيار هو ضد هذا المثلث الحداثي حتى في اوروبا فرجعوا يراجعوا مجتمعهم، رجعوا يراجعوا اليات التعليم والاعلام والعمل والسياسه والاحزاب ودراسات مكثفه مع هذا الموضوع. ف الناحية الأخرى بدولة بالصراع لا يوجد شيء اسمه نحن حالة خاصة وخصوصية لم يعد هناك بلد يستطيع الادعاء أنه عنده خصوصية يعني حتى الصين اللي عندها أغنى بلد في العالم عم تصرف فعلا مئات مليارات الدولارات لحجب الشعب الصيني عن الإنترنت عن حتى الجوجل واليوتيوب ممنوعين بالصين رغم ذلك الشباب الصيني عم يدخل على هذه المنصات السعودية صرفت كميات هائله تتحكم بال ما بتقدر العالم شئنا ام ابينا قريه صغيره واكبر دليل الكورونا طيب. الكورونا اثبتت انه نحن قريه صغيره فالدعاء انه لا نحن حاله خاصه لا نحن حاله خاصه لسنا حاله خاصه لكن المحبط انه لما بكون بدي امن بالديمقراطيه بالديم والعلمانيه وحقوق الانسان بنفس الوقت عم أقول شعبي ما بي... ماله جاهز لا شعبنا جاهز واخيرا بقول لك دليل اللي بين بالثورة السورية اللي كانت سلمية ظلت أكثر من سنة ونص سلمية نسبيا برغم كل عنف وتوحش ودموية النظام بقيت تنادي أنه نحن سوريين واحد واحد لا مسلم ولا مسيحي ولا سني ولا علوي رغم أنه في مشاكل طائفية بلدنا وفي مشاكل مذهبية لكن الناس كانت واعية للخطر باليمن في عندي البلد اللي فيه 60 مليون قطعة سلاح وأعلى نسبة أمية في المنطقة العربية على فكرة واقل بلد فيه مثلا كهرباء باليمن حالته الاقتصاديه سيئه جدا و60 مليون قطعه سلاح طلعوا ملايين يمنيين ست شهور ما رفعوا قطعه سلاح رغم انه كان نظام علي عبد الله صالح نازل عليهم كمان بالدبابات والمدافع فهذا الشعب ونفس الشيء المصريين لما طلعوا بثورتهم والتونسيين فأنا هون بحس في أحياناً جلد الذات فيه مبالغة زائدة، في فرق بين نقد مشاكل مجتمعي، وفي فرق بين جلد الذات، وفي فرق بين التطرف في جلد الذات. السوريين أمتى أو العرب إجتوا منصة إعلامية واحدة تحكي معهم عن هالمثلث الحداثي هذا بحرية، إلى الآن حتى التلفزيونات اللي بتدعي أنه مع الثورة السورية، يعني ما قدمت هذا الشيء. هل شفتوهم هل جربت نفتح خطاب مع الناس خطاب جماهيري خطاب شعبي متوازن وصحيح بهذه المواضيع جربناها على الفيسبوك واليوتيوب هذه عينة عشوائية لا تدل على الشعب السوري أساسا طبعا. يعني الغالبية هلأ من عدة سنوات صار عندهم يأس ما عاد تابعوا فهذا الحكم يعني في دراسة كاملة حطيتها على هالموضوع ممكن حط رابطها بالآخير مهم. شو صار؟ لا, لا انا وقفت <applause> <applause> وقفت تسجيل؟ لا يعني قصدي انا جبت على السؤال انه انا خلصت يعني عن... ايه انا مشان حاسس حالي انا عم فانه أه. إيه. ما جاوبت برايك ولا في شيء لا هو كان السؤال انه الغرب ما بيسمح الغرب ما بيسمح, أنا بيسمح, بيسمح. لأ هي لازم تضيفها والله لازم تضيفها في معلش هي لأ اي اي مهمه جدا اي مم. لحظه بالنسبه لموضوع الغرب ما بيسمح هاي ايضا مشكله نظريه المؤامره منهج التفكير بنظريه المؤامره لا الغرب ما انه ما بيسمح الغرب لا يهتم بصراحه وبالواقع شو معنى كلمه الغرب يعني نحن بنحكي عن الغرب هلا يعني برجع بقول صار يا جماعه في مليون سوري في اوروبا وما تاخذوا تجارب شخصيه شو معنى الغرب؟ الغرب ليس كتله واحده في حكومات في احزاب سياسيه في دول متصارعه حتى ضمن الحلف الغربي حتى ضمن الاتحاد الاوروبي شفتوا كيف بريطانيا طلعت من الاتحاد تعرفوا انه التنافس المستمر بين فرنسا والمانيا ضمن الاتحاد الاوروبي امريكا شفنا شو اجا شو صار بين ايام تراب مع اوروبا ما له اولا كتله واحده يعني ما في شيء اسمه القرار الغربي لو بسيطر على القرار الغربي اوكي هي امريكا اولا ومن ثم تجي بريطانيا وفرنسا الان هدول ما بيسمحونا لا بيسمحونا ما عندهم مشكله بس بكل بساطه القيادات السياسيه اللي عندهم لا تهتم بإن فعلاً نصدر الديمقراطية أو الحداثة لهذه الشعوب أو هذه الدول ليه؟ لأنه تصديرها ومساعدة هذه الشعوب هذا موضوع مكلف وبحاجة إلى خطط ضخمة وعمل حسيس فلما إجا جورج بوش احتل العراق وقضى على الطاغية صدام حسين أو قال أنه تجيب دي ديمقراطية الأمريكان بكل الدراسات الأمريكية بيعرفوا بيقولوا نحن ما كان عندنا خط الطريق ما كان عندنا خارطة الطريق ما عندنا أي خطة أو استراتيجية بالعراق وكلمة إنه بدي صدر ديمقراطية هي كلمة بيقولها السياسي لكنه ليش ما بيهمه؟ مش لأنه ما بده مو السؤال ليش ما بده، بكل بساطة لأنه بالنسبة إنه لطريقة التفكير الغربي السياسي شايفين إنه جهد غير مطلوب وغير مطروح عندهم، هن بيهمهم فعلا السيطرة على هذه الحكومات وشايفين هلا سياسات الدول الغربية بالنهاية سياسية الدول الغربية يعني حصل الأزمة المالية عام 2008 2009 إلى الآن ما بتنتهي على فكرة وما يحصل من ازمات حول العالم وبعض الحروب هي بسبب هذه الازمه الماليه. يعني في مشكله حتى القيادات السياسيه الغربيه والاحزاب السياسيه الغربيه عم مشاكل هن عندهم في شعوبهم في حتى عند شركاتهم. الكورونا إجا ضرب الاقتصاد العالمي كله بما فيه اول الاقتصاديات الغربيه. خلاهم يطلعوا مثل ما نقول عورات أمام الاقتصاد الصيني صاروا بدهم يستوردوا الماسكات من الصين في أوروبا الغربية اكتشفوا أنه ما بيقدروا يصنعوها فهن سياسات الغربية بهالحالة هي نعم حتى بالسياسات الداخلية هي لا تستطيع أن تضمن الأفضل لشعوبها أو دولها وهلأ لذلك شفنا كيف هالسبب طلع اليمين المتطرف فأني يجي ادعي أنه الغرب كتلة واحدة وفي قرار بمكان ما خفي سري بيقول لا تخلوا هذه الشعوب تصير ديمقراطية وعلمانية لا هذا الكلام غير صحيح ربما كان له شيء مثلا بعد فترة الاستعمارات بعد م. فترة الاستقلالات لكن حتى بتلك الفترة كان الموضوع بالنسبة لهم أسهل لي إني حط دكتاتور وأدعم دكتاتور فاسد بيقدر يتحكم فيه وقدر يتعامل معه ومع فساده وهذا ما عمله بس في المنطقة العربية يعني نطلع من من عقدة انه نحن مركز الكون افريقيا تم نهبه عن, هذا الطريق صحيح. بكل افريقيا دعمت حكومات فاسدة فعم نشوف المآسي اللي مرت فيها الشعوب الافريقية مه. لانه بالنسبة للرأس مالية هذه الحكومات الفاسدة اسهل دكتاتورية نفس الشيء بامريكا الجنوبية معروفه مقاسي الشعوب الامريكا الجنوبيه مقاسي لسه اشد من مآسينا حتى حتى اوروبا الشرقيه يعني نحن شايفين انه قيادات السياسيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي المفروض الان ننظر لكل اوروبا الشرقيه وهلا برجع بقول السوريين باوروبا وشايفين شايفين كيف عم بيجوا البولنديين والسلوفاك والسلوفيني والرومانيين والرومانيين والروس ايضا الى اوروبا الغربيه لحتى يشتغلوا اي شغل باجر قليل لانه بلدهم ما فيه حاله اقتصاديه سيئه. بحيط. فايضا اوروبا والغرب متامر ايضا على بولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا يعني إن انش نطلع شوي هوني منروح على المعصوني. المعصوني. هوني من روح على الماسونيه <applause> بدي اتشكرك كثير استاذ علاء خلصت فقره حوار المواجهه رح اتركك مع زميلتي ميديا حمدوش بالفقره الثانيه بس الخير مرة ثانية أستاذ علاء رح تكون معك هلا اللي هي رح نخلق حالات افتراضية سواء ورح شوف إجابة حضرتك رح بلش معك بالسؤال الأول لو فرضنا أنه حضرتك عم تدعو لتأسيس تيار سياسي سوري علماني ديمقراطي فمين هي الشخصيات اللي ممكن تدعيها يكون مشاركين لك بالتأسيس ممكن تذكر لي خمس أسماء؟ والله خمس اسماء صعب انا بال لن اتجه الى اي اسم معروف او مشهور هذا احد الاشياء الاساسيه لما حتى صار نقاش او شويه حكي انه تنضم لهذه الجهه او تلك او جهد لهم بس ما يكون معي حدا من الاسماء المشهوره يكفيهم عشر سنوات التوجه ده يكون ل ال... سوريين الاخرين غير معروفين واللي مقتنعين فعلا بهذه بمثلث الحداثه هذا طيب مش شباب ممكن مثلا في في حدا معين يعني انه حابب تتوجه له بهالدعوه؟ والله حاليا بقول لك انه ما في شيء حاليا بذهني فورا لانه آه يعني هذا الموضوع من عدة سنوات من شي سبع سنين ثمان سنين حاولت بس بصراحة طبعا ما قدرت لأنه لحتى تتشكل هيك مجموعة بدك إمكانيات وبدك دعم وبدك تكوني معروفة أنا نفسي مالي معروف آآ 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 ما في شيء أسماء بذهني بيبي جوابك الأول بقدر أنا أفهم إنه في حالة يأس من السياسيين يلي تصدروا المشهد لمدة عشر سنوات تماما كل الأسماء المشهورة لنقل بالمئة منها اللي ظهرت على الفضائيات وصار يعرفها مئات الاف السوريين ما حدا قدم رساله واضحه للسوريين حول كيف ننقذ سوريا وكيف بدنا نعمل سوريا المستقبل ف قبل تسجيل الحلقه استاذ علاء كان في سوريا الى اين؟ بمؤتمر الدوحه ف استنتجت شيء جديد من هالمؤتمر ولا التاريخ يعيد نفسه والاحداث والمؤتمرات تعيد نفسها؟ للاسف نعم يعني لا جديد اجتماع ما بنعرف شو هو مختلف عن الاخر يعني وفي الدوحه إعادة لنقل مركزي للموضوع القطري بالموضوع السوري بالسنوات أو بالسنتين الأخيرات الكثيرين شعروا بتراجع شوي دور قطري وفي تراجع سعودي هلا نوع من الانسحاب لكنه بالتاكيد ما له انسحاب ممكن ترجع باي لحظه، فانا ما شفت فيه اكثر من انه نوع من المركزي لكن ما صدر عن هذا المؤتمر يعني ما فيه شيء جديد للاسف وما في وكلام آه رسمي انا ما بعتقد سوى من يعني يمكن اللي حضروا المؤتمر وبعض الاخرين اللي قروا المشاكل الحقيقيه الخطاب الشعبي للناس ما في اي شيء منه حصل يعني مثل ما قلت لك او حكينا قبل انه لو راحوا اجتمعوا بكييف كانوا عملوا صدى اكبر بكثير باعلان دعم الشعب الاوكراني بمواجهه الغطرسه البوتينيه. رح انتقل معك للسؤال الثاني استاذ علاء لو فرضنا ان دراسه دقيقه ستجرى لتحديد التوزيع الحقيقي للعلمانيه الديمقراطيه على الديموغرافيا السوريه اين تتوقع ستحظى العلمانيه الديمقراطيه برواج كبير؟ بدي عندي ثلاث خيارات عند العرب السنه ام عند الكرد ام عند الطائفه الدرزيه والطائفه العلويه؟ أوه مبدئيا رح تكون عندها رواج اكثر في انا ما بحب هالمصطلح لكن أنا أقول انه بين العدد الاقل يعني رح تكون اكثر رواجا ما عند الطوائف غير السنيه لانه بسوريا على الاقل الشيعه نسبتهم قليله جدا فالمسيس من الشيعة يلي بده يكون على مذهب الخميني في إيران ولاية الفقيه وغير ذلك كده نسبة قليلة جدا في سوريا بقية الطوائف هي أكثر قبولا طبعا لها هذا أو على الأقل العلمانية وبين الأكراد باعتبارهم أنه بدهم يأخذوا أو يعوضوا أو يأخذوا حقوقهم اللي كانت مستغلة ومنهوبة أيام الدكتاتورية البحثية والأسدية لكن هذا لا يعني ابدا انه بالضروره تكون النسبه اعلى، يعني انا من الناس اللي بتراهن وبقول لا العرب السنه في سوريا في نسبه كبيره منهم ستتقبل هل وتطالب وتطالب هل الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان لأنه هذا الشيء من طبيعة لنقل طبيعة تاريخية للسوريين أكثر من جيرانه في المنطقة أكثر حتى مثلاً لنقل من المصريين أو حتى أكثر من العراقيين أو من الخليج لأنه هنا بطبيعة يعني سوريا طوال عشرة آلاف سنة ملتقى شعوب كاملة كانت تأتي إلى سوريا إما غزوا أو تجارة أو لجوء لأنه كان في مركز العالم القديم ليس بسبب ميزة جينية ولذلك تشكلت مرونة عند السوريين ولذلك حتى العرب السنة لم يتقبلوا تيار الإسلام السياسي وإلى الآن على فكرة المخوان المسلمين هني اكبر تيار اسلام سياسي ما زالوا مضطرين الى التحالف مع اسماء وجهات علمانيه وديمق... ديمقراطيه شكليا لنقول او يساريه لانهم لا يملكون التاييد الشعبي وهم بيعرفوا انه ما عندهم تاييد شعبي لكن تحت ايديهم فضائيات تحت ايديهم الجزيره تحت ايديهم فضائيات حتى ناطقه باسم الثوره السوريه فبالتالي يظهر انهم هم الاقوى يعني بقدر اقول حتى بين العرب السنه في سوريا هالشيء هذا لا يلاقي قبول بنسبه حتى 60% او 70% يمكن لانه لكن بحاجه ان يطرحوا بالشكل الصح بحاجه ان يطرحوا بالشكل الصح وما اقول انه الكذبه المستمره واللي بيصر عليها التيار الاخواني انه نظام الاسد نظام علماني نظام الاسد ليس علماني نظام الاسد نظام ديكتاتوري لا لون له ولا رائحه، ليس اشتراكي ولا علماني ولا راسمالي، نظام دكتاتوري. نظام دكتاتوري جمع كل ما يستطيع ليبقى دكتاتورا، مثله مثل على فكرة كل الانظمه العربيه بكل الدول العربيه لا يوجد نظام علماني لا الان ولا في القرن العشرين، يعني ربما نظام برقيبه نوعا ما علماني لكنه كان دكتاتوري. لكن استاذ ف... علي هون في سؤال بيطرح نفسه يعني، وقت بنقول انه الاقليات ممكن تكون الاكثر قبولا او تقبل انه العلمانيه بدي اسال هون هل الايديولوجيا مثلا القوميه ما بتاثر بالعمليه العلمانيه الديمقراطيه؟ يعني نحن كمان عم نشوف في شعارات قوميه عم ترتفع بالاونه الاخيره بسوريا هل هذا الشيء فعلا ممكن تلاقي انه في رواج او قبول للعلمانيه الديمقراطيه؟ طبعا هلا نحن مشكلتنا هون بقى بالتيار القومي أه في فرق لنقل انه في ناس كثير بتعتبر نفسها عرب لكنه ليس بالضروره قوميين عرب بالمعنى السياسي ونجوم او ابرز اللي حكوا بالقوميه العربيه السياسيه صار في بيناتهم تحالف مع التيار الاسلامي السياسي فلذلك في مشكله معهم وبين القوميه مثلا القوميه الثانيه الكبيره في سوريا مثلا القوميه الكرديه لنقل بين الاكراد ايضا هن من مصلحتهم ديمقراطيه لكن ايضا في بيناتهم ايضا تيار آه لنقل متشدد او متطرف ايضا عم يسعى حتى انه آه ياخذ من الديمقراطيه اكثر مما ممكن ان ياخذ كمواطن في دعوات بيناتهم كمان متطرفين ف في مشكله بالصدام مع تيار القوميه العربيه السياسي يلي متحالف مع التيار الاسلامي تقريبا ومتماهمه وبياخذ منه كل او الكثير من الافكار وعلى فكرة هذا الشيء اللي حصل مع حزب البعث نفسه يعني حزب البعث صحيح يتحارب مع الأخوان المسلمين لكنه تحالف مع بقية التيار الديني في سوريا الإسلام السني يعني فأيضا في مشكلة أكيد في معهم في في معهم مشكلة واللي بحب أقوله أنه أيضا أنا من الناس اللي بقول أنه أريدها وبدعو إليها طبعا مش عم نفرض لكن الديمقراطية عم نحكي أن تكون الجمهورية السورية وليس الجمهورية العربية السورية الجمهورية السورية لكل مواطنيها مهما كانت مهما كانت قوميتهم او عرقهم او دينهم. بروح معك للسؤال الثالث فخ المواجهة والاخير. لو فرضنا ان حضرتك علاء الخطيب قد وصل قد وصلت الى سلطة الرئاسة في سوريا عن حزب ديمقراطي علماني. ماذا ستكون اولوياتك؟ الاقتصاد؟ الملف الامني او العسكري؟ ام القضاء؟ هلا اكيد الكل سوا اكيد الكل سوا والمشروع اللي كنت أحاول حاول من فتره طويله اني اشتغل عليه يعني بس لو الواحد ما في يشتغل هو انه قبل اذا وصلت لهيك مثلا هيك افتراض لهيك مرحله فلازم يكون بدايه موجود قبل ما توصل لهالمرحله هي في خطه طريق استراتيجيه وموضوعها ومدروسه علميا علميا باكد عليها لاعاده البناء ففي عندي مشكله باعاده البناء اقتصاديا والبنيه التحتيه في المشكله الاكبر في سوريا بلاي هي اكبر المشاكل في سوريا معالجه الشروخ الشاقوليه اللي حصلت ضمن المجتمع السوري نحن عندنا شروخ حقيقيه كانت موجوده كان عندنا مشكلة طائفية، كان عندي مشاكل قوميات، كان عندي مشكلة قبلية، كان عندي حتى مشاكل مناطقية موجودة هالأشياء هاي. وترسخت بحكم البعث في لانه استفادوا منها وبعد الثوره للاسف بسبب الاعلام بشكل اساسي وبسبب خلينا نسميها رح نقول كلمة مهذبه تراجع النخب المشهورين زادت هذه الشقوق شاقوليه عمقا والما يعني في عندي مشكله طائفيه معروفه سنه وعلويه ومسيحيه التعامل مع الاليه شو هي الاليه؟ مع هاي الشروقات وخاصة الطائفية إذا عم نحكي إنه حزب الحاكم حيكون حزب علماني ديمقراطي التعامل حيكون إعلامي أولا عن بالحوار إعلامي فهون بده يكون لا في تدخل للدوله في نوع من انه محاوله انه توجه دراسه الخطاب الاعلامي اللي يكون مقبول من الناس يعني خطاب شعبي موالي ومثقف متعالي وبنفس الوقت لا يفقد الموضوع جوهريته الموضوع الثاني بده يكون عن طريق التعليم وانا مؤمن جدا انه بالنهايه السوريين لانه كلياتهم بدهم مصلحتهم كسوريين رح يتفاعلوا مع هذا الشيء اذا احسوا بالصدق في الطرح بدوله مثل حاله سوريا في لازم نتخلى عن موضوع البراجماتيه السياسيه والا بيحصل فينا مثل ما حصل في العراق او في لبنان بحاجه الى هون الى نخب تتقدم او ناس تتقدم وتحكي مع الناس بلغتها البسيطة لكن ضمن الجوهر السوري الإنساني ومن ثم الوطني هذا الشيء ممكن فعلا في براغماتية سياسية تمارس في سوريا أم هي البراغماتية خلينا أقول شخصية براغماتية شخصية بالواقع لأنه اللي... المتصدرين على الساحه وخصوصا اذا حكينا على ساحه المعارضه يعني هن ما بيشتغلوا براغماتية هي براغماتية شخصيه وليست سياسيه لكن حركات تابعه للحكومات المتحكمه بالملف السوري باتجاه المعارضه طبعا في براغماتية سياسيه باتجاه نظام الاسد بلعبته مع حليفيه الاساسيين ايران وروسيا عم يلعب معهم ضمن براغماتية سياسيه اكيد لي على سلطته ف المعارضه حتى البراغماتيه السياسيه غير واضحه يعني وما لي ادران اتذكر مثال بالعكس كلما حفروا فخ بيوقعوا فيها المعارضه للاسف وشو مشان الملف الامني والعسكري؟ كيف ممكن تتعالج عن طريق حزب علماني ديمقراطي؟ طبعا هذا كمان كله اولويه فيعني نحن هون عم نفترض انه وجود حل وجود استقرار فاكيد طبعا بالنسبه للعسكري في ناحيه نحن خلص تعلمناها تاريخيا لا مكان للجيش او الناحيه او القوه العس او السلطه العسكريه في الدوله هي جيش خادم للبلد ومن الناحيه الامنيه ايضا بدنا نتخلص من عبء الماضي و كل آثامه بما يسمى مخابرات أو أمن دولة أو أمن قومي وهذه الأشياء يكون لخدمة المواطنين وأيضا بإدارة مركزية وهذا طبعا بده عمل وبده عمل من الجهتين طبعا هذا الشيء بده يتم على أكتاف طبعا السوريين يعني السوريين الموجودين حتى ضمن الجيش حتى ما يسمى جيش النظام أو ب بين المسلحين تبع المعارضه لكن تحت غطاء وسيطره الدوله المدنيه على هون فينا نقول سيطره الحكومه المدنيه وليس سيطره ضباط الامن او ضباط الجيش على اي قرار سياسي ضمن البلد فهذا اكيد بده تعامل وبده تعامل حذر وتنسيق بده يكون بهيك حاله اذا حصل استقرار بده يكون في حكم تنسيق مع الدول الاقليميه والدول العالميه للمساعده لانه بدون مساعده من, من هذه الدول على الاقل التعامل معها ومع مخاوفها او مصالحها مخاوفة فهذا الشيء اساسي ضروري فطبعا الملف الامني اساسي وطبعا الملف اللي انحكى عنه كثير ملف العداله الانتقاليه لكن هون بدنا نستفيد من تجارب الشعوب والدول الاخرى في شعوب ودول اخرى عانت الامرين بحروب كارثيه وقدرت تتجاوز هي المرحله والحاله اللي ممكن نحكي عنها مثلا رواندا رواندا بالستة شهور 600 الف انسان تم ذبحهم بذبحا مو حتى قتل 600 الف انسان بستة شهور فمذبحه اللي حصلت في رواندا اشد ماساويه اللي حصل في سوريا عشر سنين لكن مع ذلك رواندا الان تعد من الدول الافريقيه الناجحه نسبيا فمن السفيد حتى بموضوع العدالة الانتقالية أنه بدنا الهدف بناء البلد وليس الانتقام الهدف بناء البلد وليس الانتقام لهون خلصت اسئلتي معك بفخ المواجهه بنتقل معك على فقره اسمه تعليق اوكي مساء الخير مره ثانيه استاذ علاء مساء النور تحياتي بفقره اسمه تعليق ان مجموعه اسماء قد تكون لتيارات او اسماء لشخصيات او لحركات لمدن بنشوف شو تعليق حضرتك عليها يا استاذ علاء الاسم الاول اللي معناه اياه هو جماعه الاخوان المسلمين في سوريا حركه سياسيه تستخدم الدين ك غطاء وكاداه ل اجتذاب الجماهير باستغلال عواطفها الدينيه، لكنها هي حركه سياسيه تسعى الى السلطه وبسبب ظروف تاريخيه كثيره اشتغلت في السر وتحت الارض في ليس في سوريا فقط بس بمصر وكثير دول العربيه، لذلك اتقنت العمل السري لكنها غير مؤهله على الاطلاق كما ثبت حتى في مصر. وعنا ايضا لانهن تصدروا او قدروا يسيطروا على هيئات المعارضه السوريه غير قادره على بناء لا الدوله السوريه ولا اي دوله اخرى هي قادره فقط على خداع الجماهير باسم الدين بس في حدا حركه براغماتيه بالمناسبه اذا بدنا نقول انه هي هم السلطه وهي المسيطره فعلا على المعارضه السوريه طيب ليش عم نشوف في انه المعارضه السوريه غير فاعله غير قادره حتى على بالسياسيا انه تاسقط نظام الاسد لحتى فعلا الاخوان المسلمين يستلموا سده الحكم في سوريا. هلا المعارضه الحاليه ما رح يعني حسب طريقه عملها اساسا اللي خططوا هندس المعارضه السوريه للاسف هن حكومات المنطقه بالذات قطر والسعوديه وايضا باللاحقة تركيا. فهندسه هيئات المعارضه اخرجت هيئات عاجزه بنيويا بحد ذاتها عاجزه. هذه الهيئات هي هيئات موضوع الرف احتياطيا في حال تغير ما على المستوى الصراع الدولي في سوريا إذا توصل الصراع الدولي إلى نتيجة ما بالذات طبعا على المستوى الأكبر ما بين الغرب وأمريكا بالذات وما بين الشرق روسيا والصين لا مع دول المنطقة لا حل أو نوع من الاستقرار ممكن يطلعوا به حل طبعا هجين بأحسن أحواله سيكون مثل حالة العراق واللي شايفين حالته المأساوية بل أسوأ فهذه الهيئات هي مجرد كروت موجودة على الرف لصحبة من قبل هذه الحكومات فهذه الهيئات عاجزة ذاتيا وبنيويا أن تشترح حل أو تقود حل في سوريا وبضغط هذه الحكومات وبضغط القطريين بالذات وأيضا الحكومة التركية تم فرض قوة الأخوان على هذه الهيئات طبعا نحن نحكي على الأخوان بدنا ننتبه لشيء التيار نفسه وليس المنظمه نفسها لانه كثير من الاسماء بيقول لك انا ماني مع الاخوان اي رسميا ما لهم منظم لكن عمليا هو ضمن هذا التيار هذه حالتهم بمصر نفس القصه بس جماعة الإخوان المسلمين بتقول إنه نحن الفصيل السياسي الوحيد يلي صعد إلى الحكم في العالم العربي بانتخاب مثل مصر وتنازل عن الحكم بشكل سلمي مثل ما صار بتونس ولما قاوم قاوم بجدية مثل ما بغزة ولما أدار بلاد أدار بنجاح مثل تركيا التيار العلماني شو عنده لحتى يبارز يعني إذا دخل بمبارزة مع جماعة الإخوان المسلمين شو عنده رصيد هاي هي المشكلة الإخوان بيقدروا يوصلوا صوتهم للجميع طبعا كل هذه الحجج غير صحيحة أولا هنا في مصر صاي وصلوا بالانتخابات لكنهم ثبت انه فاشلين في اداره الدوله المصريه خلال العشر شهور اللي حكموا فيها مصر كانت الاحوال تسير من سيء الى اسوء على كافه الاصعده هلا قالوا انه بقايا النظام القديم تامرت عليهم السعوديه تامرت المريخ تامر عليهم كل هذا لا يبرر أنتوا قلتوا انه نحن بدنا نص... نطلع الانتخابات طلعتوا صوتوا اغلبيه بالبرلمان انتوا قلتوا بدنا نرشح للرئاسه رشحتوا فانتوا بتتحملوا مسؤوليه ما فيك تجي تفشل وكل ما تفشل تقول في مؤامره خارجيه هذا الكلام صحيح النهضه التونسي غير أخوان المسلمين تبع سوريا رغم انه نفس التيار يعني متشابهين لكنه غيره وثانيا النهضه التونسي ما عنده كان الشعبيه اللي بتسمح له اساسا انه يقاوم التيارات السياسيه الاخرى لانه تونس اساسا لانه طبيعه تونس شوي مختلفه عن البقيه، ما في عنده طريقه موجوده في سوريا او في مصر والديكتاتوريات العسكريه وطريقه عملها. الكذبه الاكبر بقى انه يجي يقولوا انه انه تركيا يحكمها اخوان، اي اخوان بيحكموا تركيا؟ تركيا دوله علمانيه ديمقراطيه ذات نظام راسمالي نيوليبرالي وليس بها من الاسلام السياسي اي شيء سوى حجاب زوجه اردوغان. إذا كانت زوجة أردوغان محجبة وأردوغان بيصلي الجمعة ويستطيع أن يقرأ القرآن باللغة العربية ما بيجعل الحكومة التركية حكومة إخوان لا يوجد شيء من اللال والإخوان ولا أي إسلام سياسي في إدارة الدولة التركية الدولة التركية ما زالت علمانية والسوريين هناك بيعرفوا اساسا ما في عندهم الزواج المسموح بالدوله الرسميه هو زواج مدني. يلي بده عن شيخ بيروح يتزوج عن شيخ ما في مشكله. بس بالدوله العقد والتسجيل الرسمي زواج مدني زواج بس مدني بس هم معناتها فعلا فينا نقول انه نضال العلمانيين عندنا بالعالم العربي مقتصر على مهاجمه الاسلاميين بدنا انجاز يعني لما بتبارزوا الاسلاميين هن حتى لو ادعاءاتهم ما صحيحه طيب شو ادعاءات العلمانيين شو ادعاءاتكم شو حققتوا هلا او العلمانيون الديمقراطيين انه على فكره في تيار علماني مثلا هذا شفناه في مصر مثلا لانهم خايفين من الاخوان فهني صار يدعموا الدكتاتور يعني السيسي فلا ليس التيار لا اقول باسم التيار العلماني لا التيار العلماني الديمقراطي مع حقوق الانسان نعم ما في منظمات او احزاب سياسيه ظهرت في كل المنطقه العربيه هذا حكيناه بالبدايه فما فيني اقول انه عملوا انجازات بالمنطقه العربيه، لكن النموذج هذه الدوله مع مثلث الحداثه هذا مع النظام الاقتصادي الصحيح، النظام الاقتصادي الصحيح هذا هو الحل. هذا هو الحل اللي ممكن يبني دوله تعيش بالقرن ال21. العالم يسير على قطار سريع جدا جدا. ما في وقت تجرب. فلذلك الصدام مع التيار الاسلامي لانه التيار الاسلامي هو اللي مسيطر على الاعلام. هي مشكلتنا فبالتالي الناس اللي عم تحاربك طرفين السلطه السياسيه الدكتاتوريه فبسوريا مثلا نظام الاسد هذا عم يتم دائما طبعا محاربته اعلاميا وعلى الارض والتيار الاسلامي السياسي انا بسوريا المستقبل لا ارى نظام الاسد او دكتاتور لكن ارى انه مثلا تيار الاسلام السياسي، تيار الاخوان يحاول ان يصل الى السلطه، وانا هذا اللي عم حذر منه من وصولهم الى السلطه، فبتجد الانجازات بهذه الدول ما راح يكون في انجازات طبعا، لكن الانجازات مليئه حولنا، بتركيا، باوروبا، بالهند، بالبرازيل، بجنوب افريقيا، بفيتنام على فكره فيتنام الدولة اللي عانت الأمرين مثل ما بنعرف وكل الناس شافت الأفلام اللي حصلت حول ما حصل بفيتنام فيتنام تحقق معدلات نمو عالية فدول بجنوب شرق آسيا معناتها أستاذ لا بنقدر نقول انه المشكله هي بالعلمانيه العربيه اذا صح التعبير او انه فشل حظ حض... انه التيارات العلمانيه فعلا هي فشلت تقدم حالها بالصوره الصحيحه وما شفناها غير بس بص... او يقال انه ما شفناها غير بصوره انه هي تحارب الاسلام فقط للاسف أي في أي فكر سياسي صح في للاسف الاسماء المشهوره بعض الاسماء المشهوره اللي طلعت يعني في اسماء مثلا كانت ما لعب تحكي بالتيار اللي لسه سياسيا ديمقراطي علماني ما كان حدا تصدر على الساحه ليطلع الدكتاتوريات يعني حتى الان ما في حدا عم يطلع حتى بكل هالجمهوريات او الممالك العربيه ما في هيك تيار رسميه بس في مفكرين او ناس طرحوا افكار واصطدموا اول صدام لهم كان مع التيار الاسلام السياسي يعني اذا على فكره في ناس كثير بتاخذ الدكتور محمد شحرور الله يرحمه على اساس انه هو مفكر ديني مثلا كاسم سوري، لكن ما دعا له او الشيء اللي راه بتفسيره للاسلام مثلا هو رؤيه حداثيه تتناسب مع مثلث الحداثه هذا، لكن في علمانيين مثلا طفوا على السطح وبصوت متطرف يعني اذا بيحكي احكي على السوريين مثلا بذكر مثلا نبيل فياض دكتور نبيل فياض معروف ويقدم نفسه على العلماني لكنه إنسان متطرف في علمانيته وداعم للديكتاتور وفوق منه آه عم يقدم أفكار عنصرية يعني صح. بكتابه اللي كتبه عن السيدة عائشة هذا طيب الكتاب حقق أكبر شهرة بالمقدمة تبعيته كان عم يتهجم على الأفريقيين وأهلنا في السودان بطريقة عنصرية لا يمكن قبولها لا أخلاقا ولا عقلا ولا دينا ففي في من فترة ذكرت له بحديثي مع مع خلدون من يومين انه مثلا في اوروبا موجودين بعض هذه الاسماء، يعني في واحد مشهور بالمانيا مصري اسمه حامد عبد الصمد، ايضا هذا مثلا بيدينه ألماني لكنه في عنده مشكله مع ضد الدين، فهذول عم يتصدروا وعم على على الاعلام ايضا بسبب تطرفهم ايضا في اتجاه الاخر. هذول موجودين لكنهم حتى هؤلاء قله لكنهم عم يتناغموا مع التطرف، ظاهرة التطرف ظاهرة عالمية وهون في مشكلة ضخمة فمن ضمن انه في نجي نقول مثلا والله التيار العلماني ما في تطرف، في تطرف طبعا موجودين لكن احنا لذلك انا قلت لما بحط العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان لن تسمح هالثلاثي هاد لأي متطرف مهما كان نوع تطرفه أن يغلو ويظلم الآخرين بدي هالثلاث مركبات مع بعضهم البعض واستاذ علاء بنتقل معك هلا لمشروع سياسي وعسكري ثاني اللي هي الاداره الذاتيه او خليني اقول مشروع روج افا فشو تعليق حضرتك؟ المجلس السوري الديمقراطي انا أفضل اقول وهي نحن بنسميها الجزيره السوريه ورسميا يعني حسب الطلاع على مجلس سوريا الديمقراطية رسميا وعلى ناتو بيحكي عن منطقه الحكم الذاتي ما بيقول روج افا في بعض الاخوه الاكراد المصريين يسموها روج افا لكن انا كاسم اصطلحنا عليه هي هلا حاليا منطقه الجزيره او منطقه الحكم الذاتي طبعا هن حققوا نسبيا بما بالمناطق اللي سيطرت عليها اختصار مسد يعني نوع من الاستقرار ونوع من الأمان وطبعا هذا له علاقة كبيرة بالدعم الغربي أو الدعم الأمريكي بالذات في هذه المنطقة فالمشروع المطروح حتى الان رسميا ما انا ماني فيه مشروع انقسام كما يشاع ما لا تدعو الانقسام على سوريا في خلافات مثلا نفسي مختلف معهم حول موضوع الحكم او الاداره اللا او الاداره اللا يعني او الاداره الذاتيه عفوا الحكم اللامركزي والاداره الذاتيه للمناطق في سوريا انا من الناس بقول لا سوريا بعد باي طريقه خرجت من هذه المحنه من طريقه الحكم اللامركزي والاداره الذاتيه لا تناسبها بحاجه الى فتره انتقاليه للانتقال الى نظام لا مركزي فيه ادارات ذاتيه ذا توزع جغرافي وليس عرقي او قومي او طائفي توزع جغرافي وعمليا لا يوجد منطقه في سوريا بها لنقل آآ آآ ما ما بكلمة اغلبيات نقول انه هي المنطقه منطقه كرديه باغلبيه 70 او 80% او هي منطقه علويه منطقه 70 80% عم نحكي عن مساحات مش على قريه او مدينه يعني حتى الساحل تفديد السوري تفديد ما له اغلبيه تفديد علويه تحديدا على النقطه استاذ علاء خليني اقول انه هل الاداره الذاتيه زادت الحاليه زادت بالشرخ بالنسيج السوري؟ آه زادت بسبب سوء ادائهم الاعلامي هو هذا للاسف يعني انا لي آه من الناس اللي بيوقفوا ضدها لا ابدا الشيء اللي عملوه كان بحكم الضروره ولعبوا بالبراغماتيه نسبيا بشكل معقول مع الامريكان يعني وحتى نوعا ما مع الاتراك لكن هن ازادوا بهذا الشيء لأنه في عندهم اخطاء وخطايا حصلت بالعمل المسلح فعلا وحصلت مشاكل كثير بطريقه الحكم وايضا فاشلين اعلاميا بشكل كبير جدا فما عبيد عم بيقدروا يواجهوا في التيار اللي طالع ضدهم ايضا بشكل متطرف انه خلص مجرد اداره ذاتيه مجرد مثلا صاروا هدول حزب ارهابي و وغير ذلك فلا اللي عم يهاجمهم بهالطريقه هي خاطئ تماما آه هن طبعا عندهم مشاكل كثير لكنه بالنهايه فصيل سوري مهم جدا ويملك قوه ويملك امكانيات وحتى صار عنده خبره فلا بد لا بد من التواصل والتعاون ما هون هن اللي بعرفوا انه مرحبين بهذا الشيء وبيحاولوا لكن المشكله ببقيه هيئات المعارضه للاسف ما لها بتقدر تطلع خارج المفروض عليها سياسيا وهذا ولي. مشكله وين الديمقراطيه بممارسات سوريا الديمقراطيه؟ عم تشوف الفيديوهات، عم تشوف الشيء اللي عم ينتشر، يعني عم ببلشوا من حيث انتهى النظام، يعني امبارح امبارح تماما كان في لقاء للجنرال مظلوم عبدي بالرقه، هتافات بالروح وبالدم وشبيبه الثوره والطلائع لولا شوي كمان تطلع، ويعني تماما مثل حضران عند البعث، بس هذا البعث الكردي الاشتراكي خلينا نسميه. هاي احد جلد. الخطايا الكبرى، صح؟ صح لا طبعا يعني هلا طريقه يعملوا عملوا اسس اداره ديمقراطيه بالمعنى الحقيقي الكلمة لا. ما زالت الاحزاب الكرديه مثل مثل الاحزاب الاخرى الاحزاب العربيه، أه, لها يعني خريطه الغريبه انا ماني خبير فيها لكن حسب اطلاعي ايضا عندها خريطه المتصلبه ايضا بالغالبيه او في جزء كبير منهم و... وحتى نفس الاسلوب مثل ما قلت مثل هذه المشاهد يعني طبعا هذا الشيء لا يمكن قبوله هذه ليست ديمقراطية لكن ما بيجي ما فيني يجي يقول انه هلا خلص صارت لا يعني كمان من الظلم انه يقول صارت نظام البعث او نظام الاسد ايضا هون المبالغه لا تنفع ما لها الموضوع قائم في محاولات جديه ضمن انه يكون في نوع من الديمقراطيه ضمن هذه الاداره في محاولات للتواصل مع المكونات الاخرى في معهم عرب المسد ليست فقط كرديه معهم عرب ومعهم اشوريين ومعهم وفي ناس من العرب انا أقول انه الكل معهم بس في محاوله وهون هن طبعا بيحطوا لك اسباب كذا وكذا بقول بالنهايه انت عندك كان نوعا ما قدره من السلطه والامكانيات فالفشل فشلك بالنهايه في انك تحقق النموذج الفطر وما لازم انسى ايضا انه انه كمان لما بدي اجي حاسب الهاجس الهاجس الامني الهاجس الامني هاجس خطير جدا وما له مبرر بقول بمعنى المبرر لكن بدي افهمه بس طبعا هذه الطريقه الهتافات والادلجه طبعا لا يمكن قبولها في في سوريا الحديثه يعني الاسم اللي بعده هو الجمهوريه الاسلاميه في ايران الجمهورية الإسلامية في إيران هي دكتاتورية دينية باسم الإسلام باسم ال عند يعني الشيعة الاثنا عشرية تحت تعرفوا ما تسمى ولاية الفقيه طبعا نسبيا اللي نقول بالنسبة للبلدان العربية إيران في عندها شيء بسيط من الديمقراطية إنه بيعملوا انتخابات في انتخابات لكن الإيرانيين اللي بيعرفوا جيدا إنه بالنهاية الحاكم الفعلي لايران هو ولي الفقيه هو حاليا كان الخميني خ... وهلا خامنئي إيه. فهن الحاكمين الفعليين للبلد وطبعا المجلس اللي بحوله من من سياسيين ومن رجال الدين فايران مثل مثل اي دوله تحالف سيء ما بين رجال الدين السلطه الدينيه والسلطه السياسيه والاقتصاديه في ايران هذا التحالف يلي عم القذر يلي عم بيلعب ضد مصلحه الشعب الايراني نفسه على فكره لذلك انا بحكي عن ايران او عن روسيا دائما بحاول اقول دائما النظام الايراني او الروسي لانه كمان الشعب الايراني عم يدفع الامرين نتيجه فساد وديكتاتوريه المنظومه اللي عايش ضمنها والازمات الكبرى اللي دخلته فيها ف وايضا فوق منها ما يسمى جمهورية إسلامية إيرانية بالواقع هني هذا النظام الإيراني من أكبر التجار بالقضية الفلسطينية وقصة المقاومة والممانعة فكمان أيضا مثله مثل نظام الأسد يتاجر بالموضوع الفلسطيني في سبيل مصلحته وعلى فكرة يعني كثير بيستخدمها بإعلامه الداخلي تماما ما يبقى الإعلام الإيراني نفسه إعلام البعث يعني بس نحن نحكي عن النظريه انه حاولوا يوائموا بين مفهوم الجمهوريه في الاسلام انه تكون جمهوريه اسلاميه، ممكن تطلع نظريه بشرقنا العظيم ايضا العلمانيه الاسلاميه؟ مستحيل ولا ديمقراطيه ولا ديمقراطيه اسلاميه، لانه الاسلام ليس دوله. الاسلام دين. الاسلام دين لا يؤسس دوله. كان هناك دولة حكمها مسلمون يعني من أيام الخلافة الراشدة إلى الأمويين إلى العباسيين إلى ما تلاهم الدول المماليك والعثمانيين والفاطميين والبويهيين والأدارسة والأغالبة وكل هذه الدول إلى السلطنة العثمانية هذه دول حكمها مسلمون وليس الدول أنشأها الدين كدين حكمها مسلمون حكام مسلمين بالتحالف مع شيوخ وفقهاء الدين الإسلامي فما في أساسا تاريخيا دولة إسلامية في إلى نظام في شيء اسمه لا يوجد أساس نظرية دولة إسلامية تاريخيا ولا بالموروث الإسلامي كله وبالقرن العشرين اجتراح شعارات عاطفي من قبل الإسلام السياسي بدأوا الأخوان المسلمين بشكل أساسي وفقط بيعتمدوا على عاطفيه الدين ف هن اساسا ما عندهم نظريه الدوله لحتى تجي تقول انه بدي اعمل موائمه استاذ علاء هلا بنرجع كمان للجمهوريه الاسلاميه في ايران نحن بنشوف توغل ثقافي ديني اذا صح التعبير يعني في سوريا شو وين دور العلمانيين الشخصيات العلمانيه معروفه او الاحزاب العلمانيه او التوجهات العلمانيه بمحاربة هذا التوغل وهل هذا التوغل عم بيأثر فعلا بالمجتمع السوري؟ هلا في محاولات ايرانيه يعني بسميها ما راح اقول توغل قدروا شوية يحاولوا ينتشروا عن طريق الدين بحجه الدين بحجه المذهب يعني خلينا نسميه مو بس يعني ما فينا نقول الشيعي في سوريا صغر الوضع الطائفي نوعا ما لكن أه لا يمكن انه يتغير مجتمع بهالطريقه هي مثلا بحيث انه يحصل ارتفاع مثلا بنسبه الشيعه الاماميه الاثني عشريه في سوريا الى نسبه ضخمه في سوريا وتكون ايضا مواليه سياسيا لنظام لولايه الفقيه في ايران. لا ليس بالضروره الشيعه الاماميه ان توالي الفقيه بايران الا اذا حصل تبادل مصالح سياسيه ما بين الطرفين فعلى المستوى الشعبي السوري ما في تبادل مصالح سياسية بين اللي الناس اللي بيحاولوا ينتشروا بيناتهم سواء كانوا بيحاولوا ينتشروا بين السن السوريين او بين لنقل العلويين السوريين، ما في مصلحه سياسيه بيناتهم بشكل مباشر. فعم ينتشروا لكن هذا ما انا بشوف انه في مبالغه بتاثيره، صحيح عم مص... اموال، عم مساجد عم يبنوا ما بعرف شو بيسموها ال ايوه حسينيات وغير ذلك لما بدهم يعملوا مثلا بالاعياد الدينيه الشيعيه تظاهره ما فممكن يكون العدد كبير، هو بالواقع تظاهرات الشيعيه بين الشيعه السوريين اساسا ما كانت موجوده بسبب اسباب مختلفه ما كان مسمح تعبر عن نفسها، الان هن مو بس الناس الموجودين اساسا لا صار زاد العدد وفي عندي هون بصفي مصالح على صعيد فردي احيانا فانا ما خايف من هذا الشيء بالواقع انا برايي فيه مبالغه لانه بدي افرق بين ادانتي للنظام الايراني في دعمه للسفاح بشار الاسد وما بين انه اجي كل شيء ممكن القطه انه شرب بده يروح ابالغ فيه واضخمه انه على اساس انه بدي يزيد العداء لايران. ما في داعي هون للمبالغه في لهم عمل عم بيحاولوا بس ما رح وطبعا هذا الثمن انطلب من النظام الاسد ونظام الاسد بالتاكيد هو نظام يعني وظيفة رح يقود ورا مصلحته فضمن مصلحته الايرانيين الحكومه الايرانيه ونظام الايراني مو حتى بهم يعني انه عم حتى المذهب الشيعي الامامي لمصالح السياسيه فهو بي... كنظام ديني ممكن يقدر يتدخل اكثر عن طريق الدين يعني مثل ما كنا نحكي لما اجت مثلا السعوديه حنشرت او الحكومه السعوديه نشروا المذهب الوهابي بالدول العربيه بسوريا ما كان عمليا وجود صار وجودهم اكبر نسبيا بمصر ما كان لهم وجود صار صاروا نسبه عاليه جدا مثلا هذا لانه مع التاثير لها النظم هاي فايران عم تحاول هلا عم تستغل الوضع النظام الايراني لا ينشره. لكن انا ماني شايفه انه هو اكبر المشاكل اللي حتواجهنا وبمنتهى السهوله بس اذا حصل حل في سوريا هذا الانتشار كلياته رح لح يرجع لحجمه الطبيعي واتمنى طبعا انه يبقى في سوريا بده يضل من حق اي مذهب انه يبقى يصير شيعه اماميه اثنا عشريه كيف ما شاء سوريا المستقبل ما رح تسال الانسان كما اتمناها وكما ادعو لها شو دينك وطائفتك؟ بدك تصير سني بدك تصير شيعي بدك تصير علوي بدك تصير اي مذهب ان شئت بدك تصير لا ديني هيك المفروض ما هذا ليس مثاليات اذا ما تاسست سوريا على هذا الشيء ما رح تقدر تطلع من هالقصة فإيران هلأ تلعب لعبة سياسية تستغل على فكرة إيران التي دعمت أرمينيا في حربها مع أذربيجان أذربيجان هي ثاني أكبر دولة ذات غالبية شيعية بعد إيران إيران هي أكبر دولة في العالم الإسلامي ذات أغلبية شيعية فيها حوالي 90% شيعة أذربيجان فيها 80% شيعة لكن علاقات إيران وأذربيجان من أسوأ العلاقات وإيران النظام الإيراني كان دائما يدعم أرمينيا. والمواجهة الأخيرة كان النظام الإيراني مع أرمينيا. وصور ف... سوريا مع أذربيجان. لم يلعب مشكلة إنه تكون غالبية الأذربيجانيين أو الأذر من الشيعة ومن الإماميه. بالنسبة لهم هذا عدو سياسي بكل بساطة خلص ننسى. فعلى فكرة الدكتاتور كان ايران ولا الاسد ولا صدام ولا كل هالديكتاتوريين العرب ما بيتورطوا انه يدعموا جهه ما بسبب دينها او مذهبه حسب مصلحتهم وقت تتعارض مع مصلحتهم بيرموا كل شيء على جنب بنتقل معك للسؤال الرابع او الاسم الرابع استاذ علاء الثوره السوريه الثوره السوريه كانت إرادة للسوريين وحلم للسوريين وأنا ما بقول إنه الثورة السورية في كثير ناس إنه بيقولوا إنه ماتت أو انتهت لا ما انتهت ما نجحت ما انتصرت تم قفز عليها تم استغلالها تم سرقة الكثير منها وخصوصي من قبل الكتائب الإسلامية أيضا الطائفية يعني أي كتيبة رفعوا شيء رفعت شعار أي قادات وأمراء كتائب وشيوخ رفعوا شعار الدولة الإسلامية السنية هنا هدموا الثورة وسرقوها مو بس داعش لجبهة النصرة لجيش الإسلام لأحرار الشام لكل هذه الفصائل كلها هدمت الثورة السورية واستغلتها بما مع طبعا الفصائل السياسية اللي عم تشتغل أساسها على المستوى السياسي لكن الثورة ما ماتت الثورة مستمرة لأنه حلم شعب وهذا الشعب ما صفى عنده مجال يتراجع عن هذه الثورة وما رح يقدر يستعيد نفسه ويستعيد بلده إلا ما يرجع لهذه الثورة لكل السوريين فخمدت الأصوات لكنها مستمرة ولح تبقى حلم وهدف لكل السوريين طيب كنت بدي أسأل أنه الثورة السورية فعلا العلمانية والديمقراطية حاضرة بوجدان أهدافها فعلا الديمقراطية حاضرة بشكل مثل ما من أول طلعت الثورة السورية كان عم يطالبوا بالحرية والكرامة والديمقراطية رغم أنه طبعا لما بتجي تسأل الناس وعلى فكرة حتى بأوروبا إذا سألت كثير من الناس ما هي الديمقراطية حتلاقي نسبة كبيرة ما بيقدر يعرف لك إياها يعني هي المشكلة بدك تعرفها بالنسبة للديمقراطية حقوق متساوية الآن العلمانية بشكل مثل ما قلت انك تجي تنظيري مثل ما عرفتها موجوده بين السوريين لا ما أنا موجوده بالشكل الكبير لكن تقبلها مثل قائم وممكن لانه ما زال رغم كل المشاكل الطائفيه المنتشره في الشارع الا انه الناس بالنهايه بدها تتعامل مع بعض البعض كسوريين لان هذا مصلحتها بصفي في عندي اشكاليات طبعا رح يحصل هون نوع من الحوار الشعبي مع الناس بما يخص فقط موضوع القوانين الاحوال الشخصيه وغير ذلك لكن هلا السوريين برجع بقول 4 ملايين سوري عايشين في دول علمانية قدرانين يشوفوا أن النظام العلماني حماهم دينيا وطائفيا وإنسانيا حماهم ما اضطهدهم فثبت لهم بالتجربة 4 ملايين سوري ما له عدد قليل شافوا بعينهم وجربوا جربوا بعينهم الاسم اللي بعده دولة إسرائيل طبعا بالنسبه لاسرائيل او الكيان الصهيوني او سمية دوله اسرائيل ما زالت طبعا محتله للجولان وما زالت عم تعتدي وتظلم الشعب الفلسطيني ف وما زال لا يوجد اتفاق سلام مع اسرائيل فبالتالي ما زالت في حاله أو وحرب على سوريا يعني ف انا من الناس اللي غير مؤمن ابدا بانه الحمل مع اسرائيل يكون عمل عسكري لا ولا باي شكل لابد تتوجه المنطقه كلها الى السلام لكن السلام يعني فعلا عادل وبنفس الوقت بدي اقول بالنسبه لاسرائيل انه ايضا هون في عندي مشكله او بدي ميز هون بين انه اسرائيل كوجود صارت موجوده وهذا الفلسطينيين هن طبعا هذا حقهم يحكوا فيه اكثر لكن هلا هي ظالمه الحكومه الاسرائيليه ظالمه بالنسبه للفلسطينيين رغم انه صار الشعب الاسرائيلي كشعب هلا موضوع مختلف عن النظام والاحزاب السياسيه وبالنسبه لسوريا إلى دور بما يحصل في سوريا طبعا وعم تلعب لمصالحها من خلال هالاعتداءات اللي عم تحصل والهجومات وغير ذلك لكن اللي بدي اقوله انه من اعتقد انه خصوصي انه انتشرت بين المعارضه وكثيرين من المشاهير راحوا زاروا اسرائيل تحت كذبه انه نحن اذا رحنا قلنا لاسرائيل لا يا جماعه ترى نحن نكون نحن وياكم حلفاء واصدقاء لا تخافوا فاسرائيل بتروح بتكبس الزر وبتقول لامريكا اسقطوا نظام الاسد. طبعا هذا وهم كبير. اسرائيل هي دوله صغيره تابعه ل امريكا بالذات ولا تصنع القرار الامريكي ولا تصنع القرار الروسي ولا حتى التركي دولة صغيرة بالمنطقة قوية جدا هي من الأقوى والأغنى والأكثر تنظيما وتطورا ديمقراطية آه، لا ما فينا نقول عن دولة عن إسرائيل أنها ديمقراطية لأنه في عندها مشاكل أيضا بالديمقراطية والعلمانية وهذا الشيء مو مجرد رأي شخصي هذا كلام كتبه وحكى أكاديميين إسرائيليين وهلا طبعا ما عندي اسماء او لسه بس موجوده اسماء كثير منهم ولهم حتى تصريحات يعني ممكن الواحد يجيبها بالانجليزي وبالعربي لا ال... ما في الديمقراطيه لكن طبعا ما لها مثل دكتاتوريات الدول العربيه اذا نحكي بشكل نسبي طبعا عندهم ديمقراطيه اكثر من دولنا اكيد لكنهم انه الديمقراطيه باعتبار انه كانوا يستطيعوا يكونوا ديمقراطيه حقيقيه مثل ديمقراطيات اوروبا الغربيه مثلا أو حتى أمريكا لكن لا يمكن أن نقارنه بهذه الديمقراطيات مثلا لكن بالمنطقة الشرق الأوسط مع الدول العربية هي أكثر ديمقراطية وعلمانية ليست علمانية طبعا ليست علمانية هي دولة يهودية قائمة على الأساس الديني وبحجة التجارة أيضا بالدين اليهودي أيضا تجارة بالدين اليهودي والبعض طلع لي انه اليهوديه ليست الدين بالقوميه هذا حكي آه عم بيروجوه بعض الصهيونيين العرب للاسف وحتى ما بين السوريين في البعض انه لا ليست قوميه اليهوديه دين ومجرد تكون اسرائيل دوله يهوديه مثل ما عمل ترامب واعترف فيها فهي دوله اكيد ليست علمانيه ولا علاقه لها بالعلمانيه لا من قريب ولا من بعيد دوله دينيه ظالمه على اساس ديني هون في حدا بيستخدمها كمثال بيقول لك هيك الدول الشرق الاوسطيه هيك لازم تكون، يعني ما نفوا الدين نهائيا ضلوا محتفظين بيهوديه الدوله، عم يستخدموا بعد الدين اليهودي لا يعني تقويه الروابط بين الافراد أه وشكل الديمقراطيه هذا يعني الشرق الاوسط ما بيطلع معه اكثر من هيك، فعم في يعني في حدا عم بيقول يعني الشرق الاوسط لن يتخلى عن الاديان حتى في السياسه. حتى في أروقة الحكم يعني مثل ما قلت لك قبل شوي ما حكينا عن ناس ما شعبنا انه يتقبل علمانية وديمقراطية هذا حكي يعني كلام مرسل بدك تقدم تحليل علمي وموضوعي لهذا الشيء هل مثلا يهودية كدين هو اللي جامع بين الشعب الاسرائيلي؟ لا ما جامعهم انه عايشين في دولة في منطقة جغرافية بضاحة حكومة واحدة ونظام سياسي واحد وبرلمان وغير ذلك من مكونات الدولة هذا اللي جامعهم. والناحيه الثانيه اللي جامعهم. وهذا الشيء مشكلة او هذا الشيء اللي مهم جدا، مثلما حكمنا الدكتاتوريون باسم القضيه الفلسطينيه والممانعه والمقاومه والدفاع عن فلسطين، كان البعث في كل في كل دولنا العربيه مو بس البعث والاسد بسوريا وبالعراق وبمصر وبالجزائر, وبالجزائر وحتى بالخليج، كلهم استخدموا الموضوع الفلسطيني. والتخويف من الشيطان الاكبر اسرائيل. أيضا إسرائيل متماسكة كإدارة وكشعب بسبب الخوف من المحيط العربي إذا بيصير معاهدة السلام شامل كما إذا بنقول نقول بالحالة المثالية في المنطقة لن يستطيع الحفاظ على هذه الوحدة إجباري عنه وقت الدين الصهر في فالطبقة السياسية الإسرائيلية والاقتصادية رح تخسر كثير لانه ما يجمعها بجعل متضامنه هي الخوف من الخارج والتخويف من العدو الخارجي اكبر سلاح للحاكم حتى لو كان ديمقراطي يعني حتى امريكا بالانتخابات الثانيه مع جورج بوش كانت اسهمه متراجعه ما انقذوا كان وقتها حركات فيها القاعده قامت وهو استخدم تخويف الامريكان من القاعده الارهاب الاسلامي واجت رسالة بن لادن باللغة الإنجليزية للشعب الأمريكي لأول مرة وقتها تحفظها الأمريكيون كلهم سمعوا فيها رسالة بن لادن قبيل انتخابات في شهر واحد <applause> فالتخويف هلا بوتين عم يلعب نفس القصة بأوكرانيا تخويف من الغرب بده يروح يحارب أوكرانيا مع أن أوكرانيا لا تشكل أي تهديد حقيقي على روسيا ما في سبب أي سبب حقيقي لكنه بحاجة إلى حرب خارجية لأنه الوضع الاقتصادي الروسي سيء بده يحافظ على السوق الروسي الاتحاديه، فاسرائيل نفس الشيء يعني مو انه ديمقراطيه خلص ما تستخدم الحروب والعدو الخارجي، لا بتستخدمه. <applause> 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 بدي انتقل معك للاسم الاخير، يلي هو علاء الخطيب. <applause> علاء الخطيب. آه، هذا صعب بيني فيني يعني آه، يمكن آه بسبب شغلي بحبه لانه بسبب شغلي الاساسي اشتغلته بسوريا وهون بالنمسا تخطيط نعمل استراتيجيات وموديلات لنظم الطاقه كلها يعني نظام الطاقه نفط وغاز وفحم ونووي وطاقات متجدده ورياح وغيره منين بدنا نجيب هالطاقه هي وكيف بده يتم استهلاكها خطط على مدى مثلا 40 سنه قادمه 50 100 سنه القادمة لما بتعمل هيك دراسه بتلاقي حالك عم تحكي بالتقنيات والنفط والطاقه والسوق والاقتصاد وتركيبه المجتمع وبالجغرافيا وبالعلاقات السياسيه والتغير المناخي طبعا مضطر لتقدر تطلع بالموديل والسيناريو المستقبلي انك تجمع كل شيء وتفهم ما يكفي عن كل شيء لتقدر تطلع بالسيناريو الصح طبعا ضمن فريق عمل فيمكن هالعمل هذا خلاني مثلا كعلا انه لما بتناول الموضوع السوري او المواضيع السياسيه أنا تدخل على موقعي مثلا بتلاقي في عده مواضيع متنوعه لانه مشاكلنا كافراد حاليا ولا كمجتمعات وكدول ما في شيء مفصل عن شيء حاليا مش ازمتنا وكارثتنا في سوريا مرتبطه جدا باوكرانيا وبيلاروسيا وارتبطت بكوريا الشماليه اذا بتتذكروا ومرتبطة أيضا بما يحدث في أمريكا طبعا واضح ف... وأيضا لما بدي يطلع بحل ما فيني يطلع فقط نظام ومعارضة سنة وعلوية ويجي قزم المسألة لهالحيز هذا أنه مشكلتنا أنه إن الرئيس علوي هاي الخرافة اللي أو أنه مشكلتنا أنه لح المسلمين المسلمين السنة يحكمونا هذا هالقصر النظر وضيق الرؤية هو المشكلة بالتحليل في تفسير الواقع بدك تاخذ كل شيء بدك تاخذ العوامل الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والبشريه وحاليا الاعلاميه والانترنت والسوشيال ميديا لا تقدر تطلع بنظره متكامله فلذلك مضطر انك تشوف الموضوع من عده زوايا وراضي عن الشيء اللي عم تعمله استاذ علاء على قناه قناه علاء الخطيب على اليوتيوب انا رضيان مقتنع بالشيء اللي عم يعمله متبني يعني وعلى اليوتيوب ولا عو حتى على موقع انترنت لاني عملت موقع انترنت انا ما بقدر انشر يعني ما كنت من الناس المرحب فيهم للنشر باي منصه عربيه. فنشرت عليها وعلى اليوتيوب حاولت انه الرؤيه ممكن تساعد ما زال النجاح محدود بس وهون ما بقدر يعني اقول انه رضيان بشكل كامل يمكن في اشياء الواحد غابت عنه لكن كمان ما معقول تمشي مع السوق و وتصير كل كم يوم تحط عنوان تزل. فالج مصادر مؤكده تقول ان نظام بشار الاسد سيسقط الشهر القادم يعني هيك كان بتجيب لك شيء 5 6000 مشاهد جديد لكن فيك عيب اني اعملها صح <applause> بدي شكرك كثير استاذ علاء الخطيب على وجودك معنا بهالحلقه هي استمتعنا كثير بحلقتنا معك آه، ان شاء الله رح يكون لنا لقاءات قادمه كمان شكرا ش... كثير استاذ علاء شرفتنا شكرا كثير لكم فعلا انا كمان استمتعت باللقاء و... وسعدت بالتعرف عليكم يعني كنت شايفكم على اليوتيوب هلا صار ال... كمان عم على الشاشه شكرا <applause> كثير لكم وكمان كمان حظ موفق لجهودكم لانه ايضا تصب بال... بس انا هذا اللي كنت عم بحكي عنه هالناس اللي عم تحاول على قدها وباخلاص وفعلا برؤيه تريد فعلا المصلحه لهالبلد لهالناس هدول كلما يوما ما تثمر هالشيء هذا يعني إن شاء الله قريبة أهلاً أستاذ علاء